قوي قوي، فرحان وطلع. طب عليا النعمة الجنة، بقى واحد في حياتي كلام 20 جنيه تفرح في موته يا متكلم. يا خراشي. خراشك ايه؟ يا نجاشي. ايه؟ اتقتل. خلي البيت اتقتل الساعة 3:30. واحد كلمني الساعة 8:30 وقال لي إن الخليج ده هيكلمك الساعة 9. اه. هو ده ما يعرفش. هو مين؟ يبقى بيتبعه. هو طلع مين؟ يبقى ده حد تاني. في هو حد تاني وحد تاني في ايه؟ يا خراشي. خرفك على مين؟ يا لهوي. لهوك ليه؟ يا نجاشي. خدت مين؟ ده عرف تليفوني. أتمنى. أنا اللي قلت له. قلت له إيه؟ يبقى دول مين؟ مين هما؟ لا. لا. لا إيه؟ في إيه يا لحظة؟ مش عارف. ما بتعمل كده ليه رعبتني؟ هيجوا ياخدوهم. مين هما اللي هياخدوهم وهيعملوا إيه؟ مالك؟ ياخدوا روحي. ياخدوا عمري. إنما دول لأ. بعدين ما يهمنيش. يلا. يا سلام. على إيه المرأة اللي أنت فيها دي عايزة أفهم فيها بالظبط؟ 500,000 دولار. بتقول إيه؟ هو أنت ما عرفتيش؟ ما عرفتش إيه بس يا حبيبي؟ أنا حصل لك مفاجأة يا سميحة. مفاجأة إيه يا حبيبي؟ هتخش السرايا. ودي مفاجأة إيه المنيلة اللي بتقول إيه؟ افتحي الباب على المخدرات. سميحة مفاجأة. اسكتوا. ايه؟ هو انتوا ما عرفتوش؟ ايه؟ انت مش كنت كلمتني عن مشروع استثماري عايزنا نشاركك فيه؟ اه طبعا. مشروع الفراخ البلاستيك. دي طبيعة المشروع. ايوه، ما احنا دلوقتي عايزين نعمل مشروع فراخ البلاستيك. انت عاوز فراخ البلاستيك؟ دلوقتي الناس كلها بتشتري فراخ من الجمعية. فراخ بلاستيك بالظبط. نعمل فراخ طرية ونبيعها على الناس فراخ، مفيش مشكلة. وبعدين أنا هعمل بقى حتة مزرعة علشان مش دلوقتي بيعملوا البيض أبو صفارين. أيوة. أنا هعمل بيض بثلاث صفارين. وهفتح مكتب صفاريات. وبعدين؟ وبعدين إحنا بقى لما نعمل المشروع ده كويس قوي. أيوة. بلاش الله يرحمك يا أمين، كان عامل مشروع. كان عامل مشروع يجنن زي ده بالظبط. لازم أنا اللي أنت تلازم. أنت لازم تشاركني في الموضوع ده. أنا أديك الساعة لما تشاركني في موضوع فراخ. هي دي بتاعت أمين. هي دي بتاعت أمين. الله يرحمه. أنا والله يا بص بقى، إحنا بقى أول ما نعمل مشروع الفراخ هنريس أنا وأنت. أيوة. وهنرقد على كوب الفلوس. الله يرحمك يا أمين. الله يرحمك يا أمين. وبعدين أنا وأنت بقى الضرايب مش هتعرف تسقس المكن. واخد بالك؟ أيوة. لما يجوا يمسكونا يكون إحنا بريس. الله يرحمك يا امين. وانا وانت بقى نلبس بدل كاسر. والمكتب بالنص حسب العرض. كان كبيالات وديون. شلت الورق وشلت الكبيالات لقيت تحتيهم 500,000 دولار. يا اختي وفرحان، ويقول لي ثروة كبيرة عمال يقعد 500,000 دولار وفرحان. ايوه عمي ساب لي ثروة كبيرة. يا اخويا بلا زراير هبيعهم للبتاع العراوي. ايه زراير دي؟ بقول لك ثروة. اسكتي. ايه؟ عمه سايب له ثروه كبيره جدا. ياه ايوه. قد ايه؟ 500,000 دولار. ما قلت لك يبقى هنا بقى ادخلهم للشغل العراوي وخلاص. هو زراير. ما هو ايه؟ فلوس. ايه يعني؟ دولار ورق اخضر. اخضر؟
قلتها قبل كده الاخضر بثلاثة كيلو. الجيران حد يخش يسرقنا ولا حاجه. يا حبيبي روح من غيرك يعني. نعم معلش اذنوني وانا هروح احصل. يا سلام. العيال اللي بيضربوا بعض انا لازم اوريهم. يا مدحت ما تعملش غلط معلوم يا مدحت. حرام العيال على كده على طول تطلع يا متولي. اسمعني. الاستاذ مدحت ما بيحبش الاذاعات ابدا. ايوه
خدت منه المسدس الولد. ده هيوريني لو جدع هتوريني يا جدعان. انت عارف المشكله الفرقعه دي، ده انا قطعت الخلف. ما تفكرنيش، ما تفكرنيش. ده بس بقى يا بنت، انتوا كلكم هتمسكوني في رجلي. مش يوم دخلتنا رحنا المولد. ما انت فاهم، قلت لك بلاش. الراجل عمل ال ما هو بس اللي عملها بدل ما تطفي البومبا. فرحان بنفسك قوي بتحكي ده انتحرت؟ اه شفت العيال؟ يا ابني مالكش دعوه بيها، اسمع الكلام. انت عايز ايه بالظبط؟ مدحت يا خربات ليه؟ نعم الفلوس. فلوس ايه؟
$1,000. مالهم؟ انت ناوي تستعبط كتير. ان شاء الله اعدمك ولو عشوفك ويفوت دكتور ماي. انا ما اعرف الفلوس دي فين. ما انا عايز ما فيش الزوم. لا ادي ادي للزوم. شفت يا ابن كبير؟ اجي بس اجي على فين؟ على الاخره. لا روح انت وانا هبقى احسن. هو تفتكر ان احنا هنسيب الفلوس؟ انتوا مين؟ ده انتوا كتير بقى. Yeah.
سميحة سميحة والله لا هقول التاني هنا هنا ولا كده هوريلك بقى. سميحة ايه يعني يا سميحة؟ يا جماعة ما يصحش كده يا جماعة. حاجة يا نجوى بدل ما انت ساكتة كده ما يصحش يا أستاذ مدحت العمايل دي يعني. من راحت ليه؟ واحدة شافتني قوام وجمال وأنا كل الناس بتعجب بيا. حتى صباح الخير يعجب بيا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ صباح النور. ما يصحش يا أستاذ مدحت العمايل دي. طيب على العموم إحنا هنسيبكم بقى كده يعني تهدوا بعض وتصالحوا بعض وتاخدوا بالكم من بعض على ما احنا ناخد بعض ونطلع على النادي نجهز العسل. يا حبيبي يا حبيبي في واحده في الدنيا تحب واحد تقول اه حبيبي وانا فيك بالخير بقى في الهجان يا بختك. كل واحده واحده زي القمر بتقال يا حبابي. شفتي استر؟ استر يا رب. بعدين مش الدلاعي زي صدور كتاب يدلعوا زي ما هم عايزين لانهم كتاب. ادي شريط وانا اتدلع لك عليه. تدلعي عايزه تشوف ليه؟ ارقص على جماعية بسرعة. ايوه بس دي ترقص على صوت كاتب انت بترقصي على صوت قصر. ولا فاكر انا امسك جحش خفيفه ولا ايه؟ دول ستات. انت بسات. اطلع يا راجل.
الجدع يا راجل يا بنت قوليلي انت بتاخد بها ولا ايه؟ عارف مين يا انت مين؟ انا يا استاذ انا كمان صرف الدين. نعم كمان صرف الدين. يعني عايز يلا غلط 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 اشمعنى انت عندك دول يعني؟ ها؟ ها؟ تطلع مين هذا كمال شرف الدين؟ انا كمال شرف الدين رئيس المباحث. استاذ مدحت اسمعني
في الإزعاج. لا ما فيش إزعاج ولا حاجة يا فندم. تأسف جدا يا أستاذ مدحت. يعني أنت مش زعلان مني؟ من إيه؟ يعني مني ضربتك؟ لا زعلان. يا ابني إيه؟ مدحت أخرب؟ أيوه يا فندم. وبعدين؟ حاضر. أرجوك جاوب على كل الأسئلة اللي هقول لك عليها. اتفضل اسأل سعادتك يا فندم. طبعا عرفت شخصيتي انا مين؟ ايوه بتاع المدافع. ضابط مدافع. ضابط مدافع. بص؟ بتشتغل فين بقى؟ شغلتك ايه؟ ضابط مدافع. شغلتك ضابط؟ ايوه. ضابط مين؟ ضابط مدافع. دفعة كام؟ ايه؟ سيبني ولا ايه؟ لا اقف كويس. اقف كويس. لا 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 كده. ما تواصلش ليه معانا؟ لا يا فندم. اجيب لي سعادتك حاجه ساعه. شكرا يا استاذ مدحت. لا اجيب لي سعادتك حاجه. انت كريم. دول تفصيل ولا؟ لا دول طيران. ايه ده؟ ده لانه راجل مش سهل ابدا. لو قلت له بقى انا صاحب حسن وقالوا انا الدولار ممكن يخبي فلوس ونبقى قتلنا خليل عبد الهادي انصح. طب نعمل ايه؟ خليني بقى الضابط مدحت تحصل يمكن يخاف ويطلع الفلوس وساعتها ابقى انا البال. نعم نعم هنيه. شكرا شكرا يا استاذ مدحت. حضرتك تعرف المليونير خليل عبد الهادي؟ ايوه يا فندم اعرفه. اعرفه كان المدير بتاعي. كان؟ ايوه يا فندم كان. مدحت اقربه. ايوه يا فندم. ليه بتقول كان؟ امال اقول ايه؟ اذ ربما المدير بتاعي ولا اصبح المدير كان. تعرفي كان ايه؟ كان كان مع خواتها. اصبح وانت بالك البنت اصبح دي بقى دي تخرج معاها الصبح دي اصبح انت بقى دي مش بالخروج. حسيت حظك يا فندم. عرفت ازاي ان خليل عبد الهادي مات؟ هم اللي قالوا لي. هم مين؟ هم اللي في الشركه يا فندم. مرسي عامل الشركه هو اللي بلغني. طب مدحت. ايوه. مالك عصبي ليه؟ لا مفيش يا فندم. خش يا فندم. حاضر يا فندم. الشرطه والشعب اصدقاء يا حبيبي. طبعا يا فندم اصدقاء. طبعا. خش يا فندم. حاضر. ايوه ماشي يا فندم ماشي. لا قصدك اتقتل. لا ماشي يا فندم. انت ليه مش عايز تقول اللي اتقتل؟ وانت ليه مش عايز تقول اللي مات؟ هو اللي اتقتل. هو اللي بيتقتل بيموت؟ بيموت. طيب يبقى ماشي. ماشي. طيب تقدر تقول لي مين اللي قتله؟ مين اللي موته؟ ما عرفت اعرف منين؟ ايوه يا فندم انا ما عرفتش. شركة؟ ايوه في الشركة بس ما عرفتش مين اللي موته. امال ليه؟ هو انا كل ما اكلمك تقول لي امال ليه امال ليه امال ليه يا فندم؟ ايه مش تحقيق ولا ايه؟ تحقيق ولا مش تحقيق؟ رد عليا. انت ظابط؟ ايوه. في فرقه ايه؟ يا فندم تحقيق. ايوه بس هو مات. ما اعرفش مين اللي موته او مين اللي قتله. مش عارف؟ لا يا فندم. طيب مين ممكن يكون قتله؟ عندك علم؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش؟ طيب يعني ما حدش بلا ازياء كان بيهدد؟ ده ظابط من الوراق ولا ايه؟ لا يا فندم ما حدش كان بيهدد. ما حدش كان بيهدد. وعرفت ازاي يا متدلع؟ عرفت ازاي يا متدلع؟ رد عليا. ده انت ضابط ايقاع. ضابط ايه؟ متدلع ايه؟ متدلع ايه ومنين يا متدلع؟ فين عندك خروطي؟ ايوه يا فندم. رد عليا. حاضر. انا هعرف منين. انا هعرف اي حاجه اقول لسعادتك يا فندم. وفر المشوار. مشوار ايه؟ وفر المشوار اللي بيننا واتكلم. حاضر يا فندم. هتتكلم؟ ايوه هتكلم. جميل. اتفضل. اهو كده افلت افلت. ده كباب. قول كده. انت لا انا عرفتك. انت كده هتبقى واد مجدع وواد عترة. عترة ايوه. عترة. مش انت ضابط؟ ايوه ضابط. انا عرفتك. قول لي بقى. شوف يا مدحت يا خرق. يا خرق. كملها. كملها. يا خراوي. عامل
لي ظابط جلال. نعم. عامل لي ظابط ومعاه فلوس اتبقاله بيتحقق معايا. حط النوتة يا قلم. مدحت يا خرابوطي. اخرس ولا كلمة. بقول لك أنا ظابط. ده نوم العازب؟ لا اصلا متجوز انام كده. طب هو عايز نوم العازب؟ تعالى 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 اعمل لي عجين الفلاح. نعم عجين الفلاح. لو للمسلسل في العازب؟ لا بتنزل ايه؟ بتسلك العجين؟ هو فيدي يا كداب. فيدي ايه؟ ها؟ خلاص تعال. نعم. قول لي نكتة. نعم؟ هتقول لي نكتة لو ما تحسش هقدر. وانا غثت من ورا الحاجة. طيب ولو طلعت كويسة هتضحك وتبني؟ لا بس مش هتضحك. قول يا هلا. انا النحل محاش صحاتي يا هلا. حاضر حاضر صحاتي يا هلا. في مرة واحد صعيدي بلدياتنا احول امه مات اتدفن ابوه. تعال يعني كتمته. تعال تعمل لي رقصة المجنونة. المجنونة خلاص يا ابني. انت مجنونة بجد. بلاش رقصة المجنونة. تعال يا حسين. لا مين تعال. عايزك تعمل لي نملة عالي. نملة عالي وعندها اكتئاب وعايزة تتجوز طبعا. امال يعني عندها اكتئاب من ايه؟ دي بضاعة يا ابني. دي بضاعة مش نملة. تعال تعال يا حضرتك. قول لي مين اللي بعت الشهادة؟ معرفش. من ايه؟ معرفش. انتوا مين يا هلا؟ معرفش. تعرفش يعني ايه؟ معرفش. كلم لحسن هقتلك. احنا على فكرة. بص على فكرة ايه؟ احنا كتار جدا ومش هنسيبك. كتار جدا. بص انت في المسلسل ده مش انا ممكن اضرب هنا؟ اه. بص هتشوف وانت بس اللي مجنون. المسدس كمان مجنون. اتكلم. شوف اجنبي يضرب في اي حته مجنون. مسدس حقيقي طبعا. مظبوط والله. ايه ده؟ ايه رمالك يا جاهل؟
آه، تعمل لي؟ ها؟ هل؟ لا، يعني عشان تقول لي بعتينك رخص؟ أنا رخص. معك رخص؟ لا، ما أنت رخص. أشرب. لا. طيب ممكن ترجع لورا خطوة تاني؟ ليه؟ ليه؟ من غير ارجع. مش أنا اللي اديتهولك يا عيني؟ ارجع. مش أنا اللي اديتهولك؟ بقول لك إيه؟ نعم. فخد فيا. هل تعمل فيه؟ نعم. طيب ممكن تقول لي نكته ولو انا بتحس بهقتلك ولا كده؟ قول. جابلوني انت. هو ضحك واحد صعيدي غني قالوا له اتبرع لمستشفى الصدر، اتبرع ب 5000 مليار. بلع. 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 بلع.
عصر البوليس فيه. هو مش كده يبقى البوليس العصر. فاضي فاضي المسدس فاضي كده اقدر اديك علقه ادغدغه. المسدس فاضي لكن الرصاصه لا تزال في هيئتي. ودخان ده بجد ولا ايه؟ اعمل اعمل ايه دلوقتي؟ الظرف هاخدوا مني الفلوس. لا انا اسلم الفلوس للبوليس والبوليس هيصدق ان انا ما قتلتوش. البنت بتاعت حبها قالت ان انا لو قلت للبوليس البوليس هيقول ان انا اللي قتلته. طب العمل ساعتها ممكن اتكلم. لا مين؟ انا لا 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 نجوى. على فكرة نعم خبر موت سليل عبد الهادي في المسا.
انت كل ما تيجي كم اتضرب بالرصاص والقاتل هرب. يعني ما عرفوش مين القاتل؟ لا يعني هم دلوقتي بيدوروا على الفلوس اللي سحبها النهارده الصبح من البنك. وانا مالي ومال الفلوس دي؟ انا ورثت من عمي 500,000 دولار. بس الفلوس دي ما ظهرتش الا لما خليل جالك هنا ومشي وتعرف تمام انك ما انا ما اعرفش ما كنت شفت الفلوس. انت عايزه مني ايه؟ انا يا مدحت انا بحبك يا حبيبي. انت بتهدديني؟ انا ما اقدرش حبيتك يا مدحت. انا لو كنت مكانك كنت عملت زيك بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا حبيتك من اول يوم شفتك فيا. عايزه تقول ايه؟ عايزه اقول لك نهرب يا مدحت قبل ما حد يعرف مكان الفلوس يا حبيبي. نهرب؟ ايوه. انا وانت؟ انا وانت وبس. ونتجوز؟ ونتجوز يا مدحت. ونخلف؟ ايوه. صغير. ربي واللي هات المفروض يا كلب المفروض.
يكون سعيد يعني تحب. صحيح. ونهرب لو لا بس سميحة. مالها سميحة؟ ازاي؟ ازاي يا سيدي؟ بقى بعد الفقر اللي كانت عايشة فيه معايا الحلوة والمرة ومستحملاني لما تجيلي الفلوس اهرب معاها. يمكن تجيب لها شوية فلوس. ايوه لو عرفت الفلوس دي جاية منين مش هتبص لها. طب ما تزعلش. ادي المتولي فلوس يعمل بيها مشروع ويديها منه. صح صح. بس مفيش وقت يا حبيبي. ايوه لازم نهرب بسرعه يا مدحت. ونخلف بسرعه برضه بس مش على طول. على ما نوصل الارض. ازاي بس يا حبيبي؟ نتبنى اي عين. انا بيت برضه؟ لا خلاص هنتصرف هنتصرف. ماشي يا مدحت انا هوصل كل حاجه يا حبيبي. طيب. هقابلك لحد القطر هجيب شنطتي واجي على طول. وانا جاي وراك. خلاص يا مدحت. مع السلامة. باي باي يا مدحت. أنا قلبي ميت. طيب يا مدحت. أنا قلبي ميت. وبعدين يا مدحت معاك؟ طبعا أنت بتاعي شهرة من محمد. مدحت. أوعى يا حبيبي تخرج كده ولا كده يا أستاذ البوليسات مالية البلد. الإيه؟ البوليسات. أنا بوليس يا حبيبي. ما اشتغلتش بالنصارى. لا بوليس. طيب يا حبيبي. باي باي يا مدحت. باي باي. أنا لسه ميخة يا مدحت. باي باي يا مديحة. خلاص يا حنة تبقى يا والله نسيت بجد. نجوى. اه نجوى. شفت ازاي؟ شفتي انت نجوى؟ فكر ثواني تكتب عبايد ولا هتيجي معايا ان شاء الله. باي باي يا مدحت. باي باي يا حبيبي. نجوى. نجوى. ما رديش حد الفلوس للسميحة ازاي؟ ايوه اكتب لها جواب. حبيبي الغالي رضوان. حبيبي الغالي من بعد الاشواق. حبيبي متولي انا مسافر ما يرسوها جاهزة. عزيزي متولي انا مسافر بعمل المشروع اللي قلت لك عليه وانت الفلوس اللي سميحة اصلا مش راجع تاني. صديقة اسمي ايه؟ مدحت. بس حلو قوي كده كده اسيب الظرف السميحة فين الظرف؟ اهو الظرف واسيب لها الفلوس. ايوه عشان تعمل المشروع هي ومتولي وما تدعيش عليا. صح. بس اعمل ايه بقى دلوقتي؟ كويس قوي كده احط الظرف هنا عشان اول ما اخش تشوف. ايوه ما لذ وطاب وشعرت انك جوعان لهذا جئت اليك بالطعام والشراب. عايزيني غرفتك في عيد ميلادك تعمل لك ايه مره؟ جايب لي عرقسوس يا جماعه. اللي جابكوا انا كنت جاي وراكوا على طول. يا ريت ما اتكلمتش انا عليك خالص يا حبيبي ليه كده؟ بس انا عايز افهم هي نجوى ما جاتش ليه؟ هي ما جاتش؟ لا ما نجوى مشيت مشيت من بدري. الله لا يكون حصل لها حاجه في السكه في السكه في السكه. بس انا ما اتصورتش عليها. يا نجوى حصل لها حاجه. كنت قلت لك يا متولي ما تنساش العربيه بتنساها ليه؟ بقى ما تندبيش بقى حبيبي ليها نجوى. يا حبيبي يا اخويا ده انا مش خلاص بقى بلاش مسلسلات طالعه ووضع نجوى دي. فخلاص انا عرفت هي راحت فين. راحت فين؟ اكيد راحت هنا ولا هنا؟ انت نكد. ايه هنا ولا
ولا هنا دي يعني؟ امال ايه يعني؟ بس هو ايه يا خديجه حرام عليك؟ اعمل ايه؟ بطلي نفسي بقى، بطلي نفسي يا انا. بس لا لا هي لا راحت لا هنا ولا هنا. راحت فين؟ هناك يا خديجه. احنا واجب ندور عليها. اسمعي يا خديجه، تعالي بس اتحدى لقمه نضحك عشان صعبان عليا قوي. ايوه ندور عليها. ايوه خش جوه احضر له حاجه عبال انا ما عايزه كويس. مع السلامه. يا حبيبتي الله يرحمها معايا. ايه ده هتفضل اتفضل. انا مش عارف ابتدي ازاي. ابتدي ايه؟ عايز ابتدي بس مش مركز. لا ركز وابتدي براحتك. انا صاحبك وانت من حقك يعني لما تقول لي اي حاجه نفسك فيها. اتفضل. انا قررت ايوه اني اسافر. ايه ده؟ طب ما احنا عارفين انك هتسافر انت وسميحه. لا انا سافر لوحدي وزوج سميحه. وزوج سميحه؟ ايوه. طب وسميحه؟ سميحه ده اللي انا عايز اكلمك فيه. ايوه. انت قلت لي انك عايز تعمل مشروع البيت ابو صفافير ده. انا عايزك تعمله وهتعمل المشروع ده انت وسميحه. بس المكتب هيبقى كله لسميحه مش ليا. يعني ايه؟ مش فاهم قصدك. يعني انا مسافر ومش راجع تاني. أول مرة تنزل معايا نسيت. يعني أنت ناوي سميحة ولا إيه؟ نفسي فايز يا بتولي. نفسي فايز. طب. سميحة ما تزعلش نفسك، دي حاجة بتاعت ربنا وربنا برضه وقت ما بيريد بيدي اللي هو عايزه. عشان كده انا لقيت اللي هيتجوزها وهنمشي سوا. لا وهتقلب. لا لا ما تقولش كده عشان خاطري. لا 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 ما تتجوز غير سميحه. يعني ايه؟ ساعدني ساعدني اتخذ هذا القرار الخطير في حياتي. فكر كويس. مفيش وقت. مفيش وقت يا متولي. اتفضل. خد. لا ما تعرضنيش للظرف الصعب ده. الظروف دي فلوس علشان تعمل المشروع انت وسميحه. انا جاهزه يا جماعه. خلاص يا متولي هكلمك بعدين في موضوع الدرس الطارئ اللي احنا فيه. ايوه 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 بقول لك ايه؟ انا حضرت لك لقمه نظيفه بلاش اللي جايبها من دي معفنه خالص. تاكل لك لقمه حلوه كده جوه العتاب بتنسى نفسك. على طول انت بتنسى نفسك، انا مش عارف ايه كيفك. حاسبك كده هتخف اكتر من كده. ايه يعني؟ يلا بقى كل كله. ايه خلاص خلاص. خش انت في عشره انا ماشيه بقى. طيب. يوسف يا فندم بقول لك ايه؟ الفيتامين. الايه؟ الفيتامين. الفيتامين تاخده عشان انت اليومين دول محتاجه وبتنفرد كتير قوي. ما هو يعني لازم تاخد فيتامين بصراحه. ويجيب لي نتيجه. كوبايه اللبن. وانت مين؟ حسنين.
يعني مش مكفيك حسن واحد؟ يعني لازم تبعتر نفسك وبعدين اجدع منه انت عشان تبقى حسنين وهو حسن؟ على الاقل هو كان المفروض هو اللي يبقى حسنين وانت حسن. ايه؟ بتكلم البيت. سنين اوعى كده. استاذ مدحت. ايوه يا بيه. كفايه بقى. حاضر يا بيه. انا مش فاهم ايه الموضوع بالظبط. انا مش فاهم حضرتك عايز ايه؟ حضرتك مين؟ انا حسن ابو المعاصي ضابط الملاحه. هو كلكم ضباط ملاحه؟ مفيش واحد فيكم حرامي ولا نصاب ابدا؟ الله العظيم. قال انا حسن رفاعي ضابط. لا حسن ايه؟ انا حسين. لا حسنين. بقول لك حسين. يا ابني انت كنت هنا حسنين يا ابني. هو انت هنا تبقى حسنين وهنا حسين؟ وفي النص تبقى حسونه؟ روى معايا. ما تتنططليش كل شويه وتقزحلي وتجيلي زي البت بتاعت حبها. انا فاهم حركاتي كويس. سمحلي. مين ده؟ ده حسين. اخر كلام؟ مش طبيعي. اسمك ايه؟ حسين. هتمك لو غيرته انت حر. استاذ مدحت كفايه كده. عايز ايه يا متولي؟ كفايه كده. انت مين؟ حسن. حسن ابو المعاصي. اشمعنى انت حسن ضابط السلاح؟ حاضر ضابط السلاح. هو عايز ايه يعني انت حسن ضابط السلاح؟ عايز ايه؟ انا ما عملتش حاجه. في ايه بالظبط؟ في ايه؟ قول لحضرتك المطلوب مني وانا تحت امرك. ضابط مباحث عايز ايه يا ضابط؟ اتفضل اكتب فين سؤال فين جواب وانا اقول لك على كل حاجه. فين ايه؟ سؤال ايه وجواب ايه يا استاذ مدحت؟ امال ايه؟ ما انا عايز افهم ايه اللي انت عايزه. ايه يا استاذ في ايه؟ يا حسين. حسين ايه؟ انت كنت هناك؟ ها؟ حسنين؟ حسنين؟ حسنين. انت هنا مين؟ حسنين. مين؟ حسنين. برضو؟ اسمعنا معايا انا بتعقرب. جاي لك ما تقلقش. انت مين؟ حسنين. اخر كلام. اخر كلام. ايوه يا حضرتك عايز ايه؟ ما تتكلم ساعتك في ايه؟ في ايه بيه؟ هو ايه الظابط بيبص لي كده؟ انا عايز اتاكد ان حضرتك ظابط. ممكن تاكد انك ظابط؟ اتفضل يا استاذ. اكد بنفسك. ادي الكارنيه. واقف كويس قدام الحكومة. امسك الكارنيه. لا اتأكد يا بيه. ده فعلا ضمورين. يا نهار ابيض. انا عايز يا بيه حقك عليا. حسنين. بقول لك حسين. ايوه بيه. ايوه بيه. اتفضل. ايوه بيه. اتفضل. عايز ايه؟ ومين اللي جالك ده؟ اللي جالي فين؟ واحد جالي من شويه اسمه كمال ابو المهر. عمل لي ضابط بوليس وقعد يقول لي ايه ده اتدلع على حاجات كده. كمال ابو المعاصي مين يا استاذ؟ ما هو هو واحد. مين كمال ابو المعاصي؟ اللي جالي يا بيه. كمال ابو المعاصي مين يا استاذ؟ قال لك ايه؟ قال لي انا ضابط بوليس. هو كمان قال لك ضابط بوليس؟ ما عندناش حد خالص في الشرطه بالاسم دوت. ايه يا استاذ مالك؟ شويه عشان استوعب الموقف.
وهنا في وقت واحد. انت طالع بمنظرين؟ وبيعمل انت مين؟ انت مين؟ عسلين. وانت؟ حسين. دي مش مراية. ده انا عايز اي حاجه تعرف. أيوة. عن خليل عبد الهادي. أيوة. عن حياته، عن علاقاته، عن اتصالاته، عن الاماكن اللي بيتصادر عليها. مين بيتصادر فيه؟ مو مين بيتصادر فيه؟ اثنين مين بيتصادر فيه؟ ايوه يا استاذ مدحت. حاضر يا بيه، حاول نساعدك على كل حاجه، ولو حصل اي حاجه هبلغها فورا يا استاذ مدحت. ايوه بيه. مالك يا ابني؟ ما فيش. انا مالي ايه بعد ده؟ ما فيش. ده مين؟ ما تطرقش كده. لا ما فيش يا ابني. انت عيان؟ هو انت حضرتك برضه ما لكش اخ جاي دلوقتي؟ لا اخويا انا في الجيش. اسمعني يا سيدي. ايه يا استاذ؟ انا هقدر؟ لا يا استاذ. حاضر. احترم نفسك. شوف بتكلم مين؟ بتكلم ظهر كده. ايوه كده. حاضر. استاذ مدحت. ايوه يا بيه. ايوه يا بيه. احنا بندور على واحد. ايوه يا بيه. خد من خليل عبد الهادي. ايوه. 500,000 جنيه. انا ما اعرفش. انا ما اعرفش. انا ما شفتوش يا بيه، ما اعرفش. ايوه يا بيه. لو اتصل. احنا بندور على واحد خد من خليل 500,000 دولار. حاضر يا بيه. علشان كده لازم نتاكد. ايوه يا بيه. لو اتصل بيا خليل اتصل بيك ليه يا استاذ مدحت؟ ما اتصلش يا بيه. لا اتصل. مين اللي قال لك؟ انا بقول لك اتصل. انت وفين الساعه كام؟ ازاي؟ ايوه بقول لك اتصل بيك. ما حصلش. الفلوس معاك ولا مش معاك؟ مش معايا. لا معاك الفلوس. انت ضابط ولا بتاع كشري؟ في انا ايه؟ ايوه بيه. حصل ايه؟ لو في اي معلومات هبلغها لك. حضرتك عندك تليفون؟ طيب يا استاذ مدحت. طيب يا بيه. احنا متفقين. حاضر. بس اذا افتكرت اي معلومات ارجوك. ايوه بيه. اتصل بيا فورا. حاضر يا بيه. وادي رقم تليفوني. اتفضل. ايه ده؟ ايه يا عم كوتا؟ اتصل بحضرتك فورا. مع الف سلامه يا بيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. استاذ مدحت. ايوه يا بيه. ما تنساش يا استاذ مدحت انك تتصل بيا فورا. يا بيه. انا على تليفون. على تليفون يا بيه. على تليفون. حاضر. السلام عليكم. السلام يا بيه ورحمه الله. مع الف سلامه. السلام عليكم. فاضل هناء وشيرين. نفس الجاكيت، نفس العمايه، نفس البنطلون، نفس مين الاكبر؟ ها؟ انت اجمل يا رئيس. ده اللي نزل كان المشيمه كلها. ده طب استاذ ولا انا اللي بطاردهم ولا مين؟ انا حاليها مين ولا منين؟ انا تعبت في المباحث ولا من بعد حسن؟ كل حاجه فيها رعب، التليفون رعب، جرس الباب رعب، كل حاجه فيها رعب. خلاص الدولارات دي بقى وراها الخوف والقلق بقى. مين؟ انا صاحب حسن. انا صاحب حسن. لا انا صاحب حسن. لا تعبان. مدحت، انت قاعد هنا يا حبيبي فهمني كل
ايوه ولا اللي رميتها خلاص زهقت منها ما عدتش عايزها. حد يزعل الفلوس بس يا مدحت؟ ايوه كل الفلوس الواحد يزهق منها. القرش القرش اللي يجي بعرق الجبين بس هو اللي الواحد يخاف عليه، انما دي لا دي ابليس بالشطار ما عدتش عايزها خلاص كرهتها. مدحت يا حبيبي انت اعصابك تعبانه قوي، بكره لما نلف العالم يا حبيبي هتعرف ان قد ايه الفلوس دي وفرت لنا السعاده. سعادة؟ الفلوس اللي جاية من غير تعب عمرها ما تحقق السعادة. تعالجاني؟ أيوه. بتحبيني؟ أيوه يا مدحت. أنا أهو قدامك خديني بس من غير الفلوس. وافقة؟ طبعاً لا. لا مش وافقة. لأنك عايزة الفلوس دي مش عايزاني أنا. أنت بتقول إيه يا مدحت؟ هي دي الحقيقة. كنت عايزاني لما كانت الفلوس دي معايا. دلوقتي مش هتبصيني. ايوه هكلمها للبوليس. البوليس ياخدها يرجعها لصاحبها. انما انا لا ما عرفتش تلزمني. فلوسي زيك بالظبط. انت الاثنين مش عايزكم. بره. مدحت بره. على فكره انت بالنسبه لي من غير الفلوس دي ما تسواش اي حاجه. ما كنتش هتبقي نجوى لو ما قلتيش كده. Thank you.